الله معكم، الله دايما معنا. عما نقيل إليه السما اللي نزل على أرضنا حتى يرفعنا ويشاركنا بألوهيته. هو الكبير اللي تصاغر حتى يكبرنا. مع ملائكة وقديسين السما ومع كنيسة الأرض نرفع التسبيح للمسيح بعيد مجيئه، هو يلي ما بيغيب. عظيم تواضعك يا رب وإنت المتعالي، عظيم افتقارك يا رب وإنت الغني، عظيم احتجابك أنت كل النور وكل الجمال. طفل صغير مقمط بمزود، أنت إلهنا الكبير العظيم يلي تجسد. رهيب صمتك يا رب وأنت الكلمة، وحلو كتير وجهك، أنت الذي لا يرى. جمال الرب شفناه على وجه يسوع، ومنشوفه على وجوه كل أحباء يسوع. نطلع بناس ومنقول سبحان الله، نور المسيح على وجهن. هودي الأشخاص يمكن ما يكونوا حلوين بمواصفات العالم ولا ملوك وملكات جمال، لكن الرب بينظر للقلب، ومن فيض القلب بيحكي الوجه وبيظهر جمال يسوع. جمال الرب بيظهر كمان من خلال كلمة حلوة ولوحة حلوة وابتسامة حلوة وموسيقى حلوة. كل شي حلو بهالعالم هو انعكاس بسيط لجمال الخالق يلي ترك بصماته بالعالم لما خلقه. وفي مكان خاص كمان بحب نحكي عنه اليوم، وخاصة بزمن العيد يلي نحن فيه. بهيدا المكان بيتجلى بشكل كتير مميز جمال الرب. بقصد الليتورجية، صلاة الكنيسة. الليتورجية هي هالمكان الحلو يلي فيه منلمس بحواسنا جمال الله، جمال الله ببيته. بقدسنا الماروني وقبل صعوده على المذبح بيقول المحتفل: دخلت بيتك يا الله وفي هيكلك سجدت. هيدا البيت يلي بيتمنى صاحب المزامير إنه يسكن فيه للأبد، مثل ما بنقرأ بالمزمور 27: واحدة سألت الرب وإياها ألتمس، أن أقيم ببيت الرب جميع أيام حياتي، لكي أعاين نعيم الرب وأتأمل في هيكله. إذا منقريها سوا بعد مرة ومنتوقف عند هالطلب الواحد والرغبة الوحدة، وشو هي؟ الرغبة هي الإقامة ببيت الرب، وإقامة دائمة، مش ليوم ولا لشهر، جميع أيام حياتي، كل العمر، كل الحياة، ببيت واحد، بيت الرب، ولا شي تاني. أكيد في سبب وراء هالرغبة. السبب إنه ببيت الرب في جمال، وأنا بدي أقضي العمر أتأمل فيه. هونيك النعيم والفرح والجمال كله، لكي أعاين نعيم الرب وأتأمل في هيكله. صاحب المزامير بيقول صراحة بمكان تاني بالمزمور 26: أحببت يا رب جمال بيتك ومقام سكن مجدك، بالآية 8. بهيدا البيت ريحة البخور ترفعني صوبك، وأصوات التراتيل بتشدني إلك، وكلمات الكتاب المقدس تحفر فيني بير عميق من الرغبة إني التقى فيك، والخبز الطيب يلي بتناولها مع أطيب خمر جسدك ودمك بدوقوني طعم الأبدية من اليوم، وعيوني كيف ما اطلعت بتشوف الجمال بالحجر وبالأيقونة وبإخوتي يلي حدي. حواسي كلها، جسدي ونفسي ارتفعوا لفوق لمطرح ما القديسين اللي سبقونا عم بيشاركوا بليتورجية السما. هيدي إخوتي حقيقة، منا خيال ولا وصف ولا شعر، هيدي حقيقة. قديش نحن عم نعرفها وعم نعالى وعم نعيشها؟ هون السؤال. بإحدى مداخلاته عن الليتورجية بيشرح سيادة المطران يوسف السويف هيدي الحقيقة بكلماته اللاهوتية الرعوية يلي بتدخل من القلب للعقل. نسمعه سوا. الليتورجية هي المكان، هي المكان اللاهوتي يلي فيه نحن بنكون كنيسة، ويلي بدونه ما في كنيسة. يعني إذا ما في ليتورجية ما في كنيسة. مشان هيك هي المكان الجميل. أنا اخترت آية من المزمور لحتى أحطها عنوان للتفكير. هي المكان الحلو، المكان
في فرح في عيد، وبالمزمور 26 الآية 8 بيقول: أحببت يا رب جمال بيتك، جمال بيتك ومقام سكن مجدك. نحن بهالمكان الليتورجي، المكان اللاهوتي، كمان في يقول المكان الإنساني، نحن بهالمكان بدنا نعيش فرح العيد، بدنا نعيش فرح القيامة، لأن الليتورجية هي المكان الأول والأخير، هي ألف وياء، هي بداية ونهاية إعلان الحدث الأعظم، الحدث الأقوى، أن المسيح قام، يلي هو بوقت ولكن أوقات، هو زمن ولكن هو زمن أزمنة، هو ساعة ولكن هو ساعات، بحيث أنه هالمكان الليتورجي، هالمكان اللاهوتي، هالمكان الإنساني يصبح الحياة ومشروع الحياة. مشان هيك الليتورجية منا بس فعل تقديمي محصور ب 35 دقيقة أو 40 أو ساعة أو ساعة ونص احتفالي، ولكن هل الاحتفال يلي من خلاله ننقطع عن منطق الأرض وعن الالتصاق بالأرض وندخل في أورشليم العليا بهالساعة، هيدا المكان وهيدا الحدث وهيدا العيد وهيدا الاحتفال بيعطي معنى، لبل يعني يحول كل ساعات النهار إلى عمل ليتورجي. نشكر سيادة المطران السويف على كلامه يلي مش ممكن نسمعه ونرجع نعيش بروتين ممارساتنا أو نستمر بغيابنا وتغيبنا عن العيد. تتذكروا اللي كانوا مدعوين على الوليمة وكل حدا منهم قدم عذر حتى يستعفي؟ هيدا مثل يسوع بيخبرنا إياه. أو لكون حدا بيغيب عن عيد وعن احتفال وعن عرس إلا إذا كان صاحب العرس مش على ذوقه؟ واليوم نحن بأجواء عيد الميلاد، عيد كبير في ابتدت مسيرة يسوع البشرية لخلاصنا. ما تفوتوا فرصة المشاركة بهيدا العيد بطريقة جديدة مختلفة أحلى وأعمق من كل مرة. خلي عيدنا هالسنة يكون انطلاقة جديدة بمسيرتنا. خلي عيد الميلاد يكون نقطة تحول بحياتنا مثل ما كان بحياة كتار، ومنهم الكاتب والأديب والمسرحي والدبلوماسي الفرنسي، رجل القلم والسياسي، سفير فرنسا باليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، بول كلوديل. بول كلوديل من مواليد 1868، عاش بعمر 18 سنة خبرة روحية مميزة بعيد الميلاد، تحديداً ب 25 كانون الأول سنة 1886. بعد 18 سنة على هيدا الحدث سنة 1913 يلي عاشه كتبوا بول كلوديل بعنوان ارتدادي. رح نقرأ سوا مقطع من هالنص يلي بينقلنا على أجواء كنيسة نوتردام دو باري بفرنسا، واسمحوا لي أقريه باللغة العامية. هيك كانت حالة الطفل التعيس يلي راح يوم 25 كانون الأول 1886 على كنيسة نوتردام دو باري حتى يتبع صلوات خدمة عيد الميلاد. بلشت أكتب وكنت مقتنع إنه بالاحتفالات الكاثوليكية إذا نظرنا له نظرة محبي الفن رح لاقي تحفيز مناسب ومادة لبعض التمارين الكتابية. بهالاستعدادات والناس حوالي من كل جهة حضرت القداس. من بعدها وبما أنه ما عندي شي تاني أفضل أعمله رجعت على صلاة المساء. أطفال الكورال وتلاميذ إكليريكية سان نيكولا الصغرى يلي بيساعدون كانوا عم بيرتلوا نشيد عرفت بعدين أنه نشيد تعظم نفس الرب. كنت بين الناس واقف بالقرب من تاني عمود على مدخل الجوقة من جهة السكرستية. بهالوقت صار الحدث يلي بيهيمن على كل حياتي. بلحظة قلبي انلمس وإيمنت. إيمنت بالتزام قوي، بانتفاضة بكياني، بقناعة كبيرة، بثقة وبيقين ما بيتركوا مجال للشك، حتى إنه
ما عاد شي بحياتي قدر يزعزع إيماني أو حتى يلمسه. خلينا نبقى للحظات مع أجواء هالخبرة وصدى الكلمات من كنيسة نوتردام دو باري. بلحظة لمس قلبي وإيمانت بيقول بول كلودال، وهيدي اللحظة صارت حياة. بعد هالخبرة عطى بول كلودال وقته لقراءة الكتاب المقدس وخاصة المزامير يلي كان إلهم تأثير كبير بكل كتاباته وبحياته. فتش عن مرشدين روحيين ساعدوه يعمق المسيرة ويطلع من الصمت، الصمت يلي كان يمنعه يعبر عن إيمانه وعيشه بملئه. سنة 1890 أو تحديداً ب 25 كانون الأول 1890، بالنهار ذاته يلي عايش فيه خبرته من 4 سنين، رجع بول كلودال على كنيسة نوتردام دو باري على المكان ذاته وتناول جسد الرب للمرة الثانية بحياته. أول مرة كانت بيوم احتفاله بالإربانة الأولى. بعد 18 سنة من عيشه لهاللحظة المحورية اللي حولت حياته، خبر بول كلودال عنا شهادة للعالم وشهادة إلنا إنه الرب حي بكنيسته، وإنه الليتورجية مكان منعيش فيه سر الأسرار، سر لقائنا بإلهنا الحي. سنة 1955 وعن عمر 86 سنة توفى بول كلودال، وكان الجناز بالكنيسة اللي عايش فيها خبرة حياته. 86 سنة ما قدر شي زعزع إيمانه ولا حتى يلمسه، هيك هو بيقول. هالقد كانت لمسة الرب لقلبه قوية بهيديك اللحظة. أنا بتمنى لكم إخوتي بهالعيد، مطرح ما رح تلتقوا حتى تحتفلوا بسيد العيد، لمسة قوية من يلي جاي من السماء يسكن بيناتنا ويعمل من أيامنا عيد أبدي. آمين.